بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الحلقة 29 من قصة ريا وسكينة. أتمنى أن اللي ما اشتركش في القناة يشرفنا بالاشتراك في القناة، وأتمنى أنكم تدعموا الفيديو باللايك والشير، وشكرا جدا لكم. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا في قضية ريا وسكينة. الحلقة النهاردة عن بداية اعترافات ريا، وعن المواجهة المرتقبة ومواجهة القرن بين ريا وسكينة، المواجهة اللي تمت أمام سليمان بيك عزت محقق القضية الرئيسي. بعد ما أدلى محمد خفاجة بأقواله، وبعد شهادة الشيخ أحمد إبراهيم المطرب الضرير، واللي كانت سبب في فك عقدة لسان عديلة الكحكية وإنها حكت للمحقق على كل شيء، وبعدها تكلم عبد الرازق يوسف وبدأ يترك خط الإنكار التام اللي كان بيتبعه من أول التحقيقات، جه الدور على ريا عشان تتكلم وتبدأ اعترافاتها بعد سيل وسلسلة من الأكاذيب والمرويات المغلوطة، ومحدش يعرف بالتحديد الأسباب والظروف اللي دفعت ريا إنها تقرر فجأة وبعد 3 أسابيع من الإنكار والأكاذيب إنها تعترف وتقول الحقيقة. ولكن اللي ظاهر من أوراق التحقيق إن حالة ريا النفسية كانت بدأت في التدهور السريع خلال الأسبوع الأخير، ووضح إنها رجعت للحالة النفسية المضطربة اللي كادت انها تدفعها للاعتراف بكل شيء لليوزباشي ابراهيم حمدي لحظة القبض عليها، بسبب شكها ان سكينة هي اللي بلغت عنها. وكانت ريا ظلت صامدة من بداية التحقيقات على خط الدفاع اللي اتخذته من البداية، وكانت حريصة على التضحية بالجميع من اجل انقاذ آل همام، وبعد كده تحولت للتضحية بآل همام من اجل انقاذ حسب الله. وده اللي عبرت عنه بديعة لما قالت للمحقق: أمي عاوزة تطلع أبويا بأي شكل حتى لو ماتت هي. وكان ضباط الشرطة ملاحظين ومنتبهين لخطة ريا الدفاعية دي، وبدأوا يحاولوا يشككوا ريا فيها، وبدأوا يحاولوا إحداث أي ثغرة في خطتها الدفاعية تجعل ريا تغير موقفها، وخاصة بعد ما نفعت الطريقة دي وأثبتت نجاحها مع بديعة ودفعتها للاعتراف. وحتى سليمان بيك عزت نفسه ما تملكش نفسه أمام إصرار ريا على تبرئة حسب الله دايما وإبعاده عن أي شبهة، فحاول في إحدى جلسات التحقيق أنه يحرض ريا عليه، وأبدى تعجبه ودهشته من إصرار ريا على الدفاع عن حسب الله دايما، وخاصة بعد ما طلقها وهجرها وتزوج غيرها. بس ريا رفضت ابتلاع الطعم وقالت للمحقق: أنا ما بدافعش عن حد. والواضح أن ريا أدركت وفهمت بعد توسع التحقيق ان اللي رسموا لها خطتها الدفاعية واولهم حسب الله خدعوها، واوهموها ان المحقق هياخد كلامها واتهاماتها للاخرين كشيء مسلم به، وان المحقق هيصدق كل كلامها واتهاماتها للاخرين. ولكن ريا وجدت ان كل كلمة بتقولها بتخضع للسؤال والفحص والمناقشة ومواجهة الشهود اللي دايما كانوا بيكذبوها، وبدأت ثقتها في خطتها الدفاعية تقل وتنهار، وبدأت مخاوفها في إنها تتحمل المسؤولية وحدها عن الجثث اللي وجدت في أرضية غرفتها تزيد وتتفاقم. وانتهز الصاغ محمد كمال نامي واليوزباشي إبراهيم حمدي حالة ريا النفسية السيئة وضغوطها وقلقها وخوفها عشان يكثفوا عندها الرغبة في إنقاذ نفسها بالاعتراف على شركائها، وفهموها إن اعترافها مش هيسيء لموقفها القانوني في القضية ولكنه هيحسنه، لأن المحققين وبعد كده القضاء متأكدين ان اللي قاموا بالقتل والدفن هما رجال، وواثقين ان ريا ما قتلتش بنفسها ولكن دورها اقتصر على سحب الضحايا وبيع المصوغات، ودي كلها تهم بسيطة عقوبتها الحبس 10 سنوات وممكن شهور. انما اصرارها على انكار واخفاء اسماء شركائها هيحملها وحدها مسؤولية الجثث اللي وجدت في ارضية غرفتها، وبالتالي هيقودها الحبل المشنقة. وكانت أول بشاير تغيير موقف ريا يوم الأحد 5 ديسمبر 1920، لما كذبت ريا اعتراف بنتها بديعة إن حسب الله كان من بين الناس اللي بيقوموا بالقتل والدفن. ولما سأل المحقق ريا عن السبب اللي يدفع طفلة صغيرة لاتهام أبوها بالكذب، قالت ريا: أبوها مش نافعها، ده راجل زي عدمه، ولا حد خلاني مشيت في الهم ده إلا هو. ولكن لما طلب منها المحقق تفسير اللي تقصده من كلامها، ترددت ريا فجأة وغيرت مجرى الحديث وتهربت من الإجابة وقالت: لو كنت فتحت لي كرخانة زي ما كنت فتح الأول كانت الفلوس تبقى في جيبي كتير وما كانش حصل ده كله، لكن هو اللي فضل يقول لي خدي لك بيت وقعدي فيه، فكنت أقعد معاه وبعد شوية ما لقيش في البيت أكل أروح أفتح لي بيت سر. وبدأت ريا الجزء الأول من اعترافاتها يوم الاثنين 6 ديسمبر 1920
بوقائع العذاب اللي شافته في حياتها الزوجية مع حسب الله، من وقت ما هرب من كفر الزيات بعد القبض على شركائه في عصابة السرقة، وإزاي سابها تتسجن بتهمة إخفاء مسروقات العصابة، وحكت للمحقق إنها وصلت الإسكندرية وهي زي ما قالت زي القطة العمية ما تقدرش تفتح عينها في راجل، وإنها وجدت شقيقتها سكينة بتدير منزلها للبغاء السري، وإنها اضطرت تشاركها في نشاطها بسبب كسل حسب الله وتعطله الدائم عن العمل. وقالت ريا إن حسب الله ما اعترضش واكتفى بمراقبة العمل في البيوت والاستيلاء على الدخل اللي كان بيتحقق من إدارة بيوت الدعارة، وكان بينفقه على مزاجه وعلى رفيقاته من النساء. وانتقلت ريا فجأة للحديث عن جرائم القتل اللي وقعت في غرفتها، ولكنها كانت من الواضح إنها بتجد صعوبة بالغة في الاعتراف بالحقيقة، وظلت تلف وتدور حوالين الموضوع بدون الدخول فيه مباشرة، وتركها المحقق تتكلم من دون مقاطعة وبدون تعليق أو استفهام أو مناقشة لحد ما داخت وبدأت تعترف. والأول مرة تعترف ريا إن حسب الله ما طلقهاش لا عمليا ولا رسميا، وقالت إنه قال لها بعد مشاجرة بينهم إنها طالق منه من دون أن يوثق الطلاق، وما ترتبش عليه أي تغيير في حياتهم المشتركة، وظل يقيم معاها ويمضي لياليه في غرفتها في حارة علي بيك الكبير، وكانت بتوجد كل ملابسه في الغرفة بتاعتها، لدرجة إنها ما عرفتش لحد يوم قتل فردوس إن حسب الله تجوز من غيرها. وما اكتفتش ريا بالاعتراف الصريح ده واللي يهدم أساس دفاع حسب الله على عدم مسؤوليته عن الجثث اللي تم العثور فيها في غرفته، ولكن كمان اعترفت ريا وده الأهم إن حسب الله كان أحد 4 رجال بيشاركوا في عمليات القتل والدفن، وهم حسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق. وحرصت ريا على التأكيد للمحقق إنها ما شافتش عمليات القتل بعينها، وذكرت شواهد تأكد التهم على حسب الله، وحرصت على إنها تنسبها ليه بعبارات صريحة ما تحتملش أي لبس. والواضح إن إنكار ريا لرؤية عمليات القتل كانت محاولة ساذجة منها عشان تبعد نفسها عن الاتهام بعد ما قررت التضحية بالجميع عشان تنقذ نفسها من حبل المشنقة. واحتفظت ريا لنفسها بدور المرأة الساذجة الضعيفة البريئة اللي بيستغلها الرجال الأشرار وبيستغلوا ضعفها وطيبة قلبها ويصطحبوا النساء لغرفتها ويقتلوهم ويدفنوهم من دون مشاركتها أو حتى علمها. أما اللي كانت عارفة بالعمليات وبتشارك فيها على حد أقوال ريا في المرحلة دي فهي شقيقتها سكينة، واللي اتهمتها لأول مرة بصراحة ووضوح إنها كانت بتقوم بدور المنظم لعمليات القتل، وإن سكينة كانت بتطلب منها في كل مرة مفتاح غرفتها في حارة علي بيك الكبير بحجة إنها محتاجة موقد النفط عشان تطبخ عليه. وقالت ريا إنها كل ما مرت على البيت ودايما كانت بتمر وجدت الرجال 4 ومعهم غير سكينة امرأة ما تعرفهاش وأمامهم مائدة عامرة من الطعام والشراب، وأول ما تدخل عليهم يبعدوها عن المكان بأي حجة أو سبب. وفي صباح اليوم التالي تخرج لها سكينة من جيب جلبابها عدد من الغوايش والأساور وتطلب منها إنها تصحبها لدكان علي الصايغ عشان يبيعوها. وأول ما يغادروا دكان علي الصايغ كانوا بيجدوا الرجال 4 أو بعضهم في انتظارهم ويقتسموا تمن المصوغات المباعة فيما بينهم ويعطوها نصيبها اللي ما كانش بيزيد في كل مرة عن 10 ريالات. وغلبت العمومية والتركيز على اعترافات ريا الحقيقية الأولى، وما ذكرتش التفاصيل وما ميزتش بين أي وقعة والتانية ما عدا عملية قتل فردوس واللي ذكرت بعض التفاصيل عنها. واعترفت ريا ان سكينة هي اللي استدرجت فردوس لمنزلها، وان سكينة اشتركت مع حسب الله وعبد العال في قتلها، اما هي فزعمت ان سكينة اعطتها 1/4 ريال وطلبت منها تذهب للخمارة، ولما رجعت بعد 2 ساعة وجدت سكينة بتنتظرها على الباب، وعرفت منها ان حسب الله وعبد العال ما زالوا بيدفنوا فردوس اللي قومتهم بشدة وبضراوة وكادت تفضح امرهم. وبعد كده صحبت سكينة لدكان علي الصايغ اللي أخذ منهم المصوغات وأعطاهم 1 جنيه وطلب منهم يرجعوا له في اليوم التالي لإتمام الصفقة. وكان قرار ريا بأنها تضحي بالجميع بما فيهم شقيقتها سكينة في سبيل إنقاذ نفسها من المشنقة هو سبب اعترافها بتفاصيل عملية قتل فردوس الكاملة، واللي كانت ظلت تنكر كل شيء عنها بما في ذلك معرفتها بفردوس نفسها من بداية التحقيقات. واعترفت ريا كمان بأن الفانيلا اللي تم ضبطها عند محمد عبد العال هي فانيلة فردوس، وكشفت والأول مرة عن المكان اللي اختفت فيه بقية ملابس فردوس، وزعمت ان حسب الله رجع لها 10 من مساء نفس اليوم اللي اتقتلت فيه فردوس ومعاه فتاة صغيرة
عرفت بعد كده انها زوجته الجديدة وضرتها زنوبة بنت احمد هلال وامرأة تانية طويلة القامة، وقال لها حسب الله انهم هيشتروا ملابس فردوس وسلم لهم الملابس. وكانت معرفة زنوبة زوجة حسب الله الجديدة بالمكان اللي اخفيت فيه ملابس فردوس هي الحقيقة الوحيدة في القصة المختلقة دي وغير المنطقية، واللي أدرك منها المحقق أن ريا عايزة تأكيد من ضرتها وتقحمها في الاتهام. ولما استدعى المحقق زنوبة بنت هلال اعترفت بعد تردد بالحقيقة من اللحظة اللي دخل عليها فيها حسب الله صباح يوم الأحد بعد مقتل فردوس بيومين ومعاه محمد عبد العال اللي كان بيحمل معاه سرة ملابس، أحصاها حسب الله أمامها وأمرها بأنها تحتفظ بيها في صندوق الملابس بتاعها، وطلب منها عصر اليوم التالي أنها تحتفظ بيها عند إحدى جارتها، وقالت انها رهنتها عند جارتها مقابل ريال لانها كانت في حاجة لاطعام نفسها بعد القبض على حسب الله. واصطحبت زنوبة احد ضباط الشرطة لمنزل جارتها ورجع بملابس فردوس، واول ما شافت ام فردوس الملابس اتعرفت عليها وعرفت ملابس بنتها فردوس اللي كانت خرجت بيها لاخر مرة. وما كانتش زنوبة بنت هلال هي الوحيدة اللي حاولت ريا تكيد ليها بعد ما قررت تعترف بالحقيقة، فأصرت ريا على تكرار اتهامها العديلة الكحكية بالمشاركة في عمليات القتل. بس لما فكرها المحقق بأنها أقرت أن عديلة ما ترددتش على البيت اللي اكتشفت فيه الجثث إلا مرتين بس، مرة بصحبة أنيسة والتانية عشان تسأل عن أنيسة، قالت ريا بحقد وغل دي داخلة خارجة في البيت وعارفة كل حاجة، اشمعنى سبتوها؟ وده يدل على كراهية شديدة من ريا العديلة الكحكية. وكانت سكينة أيضا بتكره عديلة الكحكية بشدة، وقالت سكينة في مجال التدليل على تهتك وخلاعة عديلة إن عديلة اختلت مرة بأبو أحمد النص واختلت مرة تانية بحسب الله أثناء غياب ريا عن بيت حارة النجاة. وجزمت ريا ببراءة سيد عبد الرحمن المكواجي ونفت إنه يكون سحب أو اشترك في قتل فردوس، وقالت أني ما نظلموش حد، هو صاحب فردوس وكان معاها في الخمارة لكنه ما دخلش عندي أبدا في البيت. وكان ده كافي بالنسبة للمحقق وأصدر الأمر بالإفراج فورا عن سيد عبد الرحمن المكواجي بعد ما قضى أسبوعين اتنين في الحبس. ولكن ريا ما جزمتش ببراءة عبد الله الكوبجي أو أحمد الجدر، وقالت إنها كانت بتراهم أحيانا بيجلسوا مع الرجال الأربعة اللي بيقوموا بعمليات القتل والدفن. وأدرك سليمان بيك عزت من خبرته في التعامل مع ريا إن أقوالها الإجمالية في المرحلة الأولى من اعترافاتها هي أقصى ما يمكن الوصول إليه وأقصى ما تستطيع ريا الاعتراف به في المرحلة دي من التحقيق، وتأكد إن أي محاولة لاستدراجها عشان تروي وتعترف بتفاصيل جديدة هتدفعها لإغراقه في سيل جديد من أكاذيبها الرقيقة غير المحبوكة، وإنها ممكن ترجع تنكر اللي اعترفت به من لحظات. فتوقف سليمان بيك عزت عن مناقشة ريا في أقوالها، واستدعى شقيقتها سكينة يواجه بينها وبين ريا في اللي ذكرته عنها في اعترافاتها، وخاصة قول ريا بأن سكينة هي اللي استدرجت فردوس. والواضح أن سكينة كانت عرفت قبل مثولها للتحقيق باللي اعترفت به شقيقتها ريا، والغالب أنها كانت وصلت هي كمان لنفس النتيجة اللي وصلت لها ريا. وأدركت سكينة أن مفيش فايدة من الإنكار ومفيش جدوى لتأليف قصص وهمية كاذبة، واقتنعت بكلام المحققين وضباط الشرطة وهو إنها تعترف بدورها عشان تحدد مسؤوليتها في الجرائم وتنال عقوبتها على قدر ما قامت بيه من أفعال بسيطة مهدت لقيام الرجال بعمليات القتل، بدل ما تشيل القضية كلها لوحدها وتتعاقب على اللي ارتكبوه الرجال من جرائم بحكم العثور على الجثث في أرضية غرفتها. واللي ثبت من خلال تقرير الطب الشرعي إن الجثث تم دفنها في الغرفة خلال الفترة اللي كانت بتسكنها فيها. والحقيقة إن مشهد المواجهة بين الشقيقتين ريا وسكينة اللي تمت صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 1920 بيلفت النظر بدلالته على العلاقة بين الشقيقتين ريا وسكينة، وكمان بيشير على علاقة كل واحدة منهم بالراجل اللي بتحبه ورغبتها في حمايته، واللي كانت من بين أهم العوامل اللي دفعت كل واحدة منهم لاتباع خط الإنكار التام طول الأسابيع الثلاثة الأولى من التحقيق. والواضح ان سليمان بيك عزت دهش لما استقبلت سكينة اعتراف ريا من دون اي غضب زي ما تكون كانت بتتوقعه او تعرفه، ومن دون ما تنكر صراحة اللي نسبته لها ريا. نظرت سكينة لريا وقالت يا اختي انا كنت سكرانة ودايما سكرانة،
والتفتت سكينة لسليمان بك عزت وقالت: أختي أكبر مني ودايما فايقة وتفهم أكتر مني، وكلامي زي كلامها واللي تقوله ماشي. وفهمت ريا قصد سكينة الخبيث من الكلام ده، وهو إن سكينة قررت إنها تتخذ موقف التأييد السلبي لاعترافات ريا، وده اللي يعطيها ميزة للتراجع عن أقوالها وقت ما تريد، ويحمل ريا المسؤولية التاريخية وحدها عن الاعتراف، بالإضافة لادعاء سكينة بإنها كانت دايما سكرانة فده يعفيها من المسؤولية. واستفز مكر سكينة ريا، وتقمصت ريا دور المحقق وبدأت تستجوب سكينة وسألتها: نهار ما أخدتي المفتاح مني وقلتي إنك رايحة تجيبي الوابور من بيت علي بيك الكبير، فاكراه؟ ردت سكينة وقالت: فاكراه، ورجعتلك بالمفتاح بعد دقيقة. وتجاهلت ريا نفي سكينة الصريح للواقعة وسألتها: أنا مش يومها جيت لقيتكم أنتي وحسب الله وعبد العال وعبد الرازق وعرابي ومعاكم مرة؟ قتلوها الرجالة وادونا مصاغ بعناها ب18 جنيه وأنا أخدت 3 ريال بس. وتناست سكينة إنكارها للواقعة، وردت على سؤال ريا بسؤال بيحمل اعتراف ضمني بصحة الواقعة وقالت: وأنا مش أخدت يومها ريالين بس؟ فقالت ريا: طب ما تقولي أنت خايفة على عبد العال؟ أنا قلت على جوزي، قولي على جوزك. فقالت سكينة: ما هم كلهم كانوا مع بعض وكانوا دايما على القهوة ومعاهم عرابي، وإذا كان جوزي يغيب يروح جوزك يجيبه من على القهوة، أمال يعني حسب الله كان بيجيب فلوس منين يشتري بها الكتاين والدبل والخواتم والبنشات اللي كان بيلبسها، وكان بيتفنجر ويسكر منين؟ وردت ريا وقالت: يا أختي ما أنا قلت، هو أنا نكرة؟ ونهار فردوس مش أنت وصلتي بيها وأعطتيني ربع ريال أسكر بيه والرجالة قتلوها وجوزك خد الفانيلا؟ وأكملت سكينة: وظبطوها عند أخوه، هو أنا نكرة؟ وهنا تدخل المحقق سليمان بك عزت وأوقف الحوار بين ريا وسكينة، وطلب من سكينة توضح له معنى كلامها. وقالت سكينة: أنا راح نقوله على كل حاجة. وهنا بتنتهي الحلقة رقم 29. إن شاء الله نلتقي في الحلقة رقم 30 ونستكمل فيها الاعترافات التفصيلية لسكينة اللي كانت أدق المتهمين في رواية أحداث وجرائم القتل، واللي كانت ذاكرتها حديدية واعتمد عليها المحقق في جميع تفاصيل ومعظم تفاصيل القضية. لو عجبكم الفيديو أتمنى أنكم تعملوا له لايك وشير، وأتمنى أن اللي ما اشتركش في القناة يشرفنا ويشترك في القناة. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.